ست علاجات طبيعيه ضد حروق الشمس. أو بدا الصيف بداو الناس يروحوا البحر ومن الفرحه هذيك يقعدوا في الشمس في البحر نهار كامل جيكو يبداو لي كوت سولي. دونك اليوم حنشوفوا علاجات سهله اللي نلقاوها في كاع المنازل. ست علاجات بزاف سهله تلقاوها في كاع الكوزينات اللي تعاونكم باش تهدئوا هذاك الالام تاع الحروق ديجا وباش تنحوا الحروق اللي كاينين. الوغ نبداو بالعلاج الاول اللي كي في حاله وين يكون الحرائق خفيفه. عندنا الحليب، الحليب ولا الياغورت ناتشور. الحليب والياغورت ناتشور يحتويو على بروتينات اللي تهدئ الحرائق هذوك، وفيها ثاني فيرمون لاكتيك الخمائر اللبنيه اللي عندها تاثير مضاد للالتهابات. دونك هنا قلنا الحليب والياغورت ناتشور دون لو كا وين يكونوا الحرائق خفيفه. عندنا ثاني اون سوليسيون رابيد ضد الحرائق اللي جد فعاله وجد سريعه اللي هي بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم ناخذوا ملعقه كبيره، مغرفه كبيره، نديروها في 250 مللتر تاع الماء، ومن بعد نحكموا دي كومبريس كمادات نشمخوها نشمخوها بهذاك الخليط ونحطوها فوق لي زون، فوق المناطق اللي راهي مضره. بيكربونات الصوديوم نو سالمون راح ينحي هذاك، راح يعاون يساعد على علاج هذيك الحرائق، وثاني راح ما يتكونوش لي كلوك البثور. فوالا ثاني كاين واحد العلاج اللي نعرفوه كاع كاع كي كنا صغار، هي الطماطم. الطماطيش الطماطيش غنيه فيتامين ا. فيتامين ا فاش مليحه سكو تساعد على اعاده تجديد البشره. دونك دوكو واش لازم نديرو كي يكونوا لي بغولور الحرائق، نحكو دي ترونش دي رونديل تاع الطماطيش شرائح ونحطوها فوق هذيك لي زون اللي فيها الحرائق. نجدوا العمليه زوج ثلاثه مرات حتى وين تتكلم مليح وتتجدد البشره. فوالا كاين ثاني دوطخ سوليسيون علاجات اخرى كيما الخل. الخل الابيض ولا خل التفاح. الخل كيف كيف سريع، عنده علاج سريع اللي علاج الالم تاع الاخر، الالم تاع الحرائق. الخل كيف كيف ناخذ نفس كميه الخل ونفس كميه تاع الماء. مثلا الا خدينا 100 مللتر تاع الخل 100 مللتر تاع الماء، نخلطوهم وناخذ قطن ولا كمادات نحطوهم فيهم، وكيف كيف نحطوهم فوق المناطق اللي راهي مضره بالحرائق، ونعاودو وخلوهم يريحوا واحد 10 دقائق هكذاك. العمليه نقدروا نعاودوها كيف كيف. الخل سريع ثاني في علاج الحرائق. ثاني كاين علاج واحد اخر الخامس اللي هو العسل. العسل معروف خاصيه الترطيب تاعو، هو يرطب ويعالج كيف كيف الالم ويعالج هذاك الحرائق. سي فري كو يتلاصق نقولو كاع نتلاصقو، بصح مليح. وثاني العسل فاش مليح سكو يساعد على تجنب التقشر، ما تقشرش من بعد الجلد لابو. والعلاج الاخير اللي الاسهل هو كامل هنا في حاله وين يكون ثاني الحرائق خفيفه، هو الماء. دونك الماء يتاح، الماء يكون بارد. دونك ناخذ قطن ولا كمادات دي كومبريس نحطوهم في الماء هذاك ونحطوهم على لي زون. وفي كامل العلاجات هادو ما نساوش نشرب بزاف الماء، باسكو في حاله حرائق الشمس لا بوا هي ديزيدغاتي تنشف. دونك لازم نشربوا مليح مليح الماء وبزاف في النهار باش تعاود نرطبوها وباش ما نلحقوش حاله ديزيدغاتاسيون. هادو هما علاجات قلنا نشوفوهم، مي ما نساوش باللي احسن علاج هو الوقايه. دونك كي نروحو البحر ما تنساوش بلي ما تقعدوش بزاف في الشمس، نديرو باقي الشمس ليكخون توتال دو بريفيرونس اس بي اف ما بين 30 و 50، قعدوا تحت باراسول كي ما تكونوش تعومو، نجنبوا الماكسيموم الشمس سورتو في حاله ما بين 12 وزوج اكسيتيرا. دونك حنا نديرو لو بوسيبل باش نيفيتيو الشمس، مي الا قاسنا هاملك علاجات سهله اللي نقدروا نستعملوها في المنزل.